احباب الغاليين، تحيه للمشاهدين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه لخوتنا الدول العربيه كامله، تحيه لخوتنا الجزائر. اليوم راني جيت دست قلت نمشي نعاين الله وندوز عند الوالده، دست قيس على الله النهار الخدامه ديال الرجال، وقلت للعربيه ندوز نمشي نشوف هاد النهار الوالده النهار النهار ديال الجمعه. وانا لقيتها بحديتها في الدار، الاخوان كلهم راهم في الزيتون، جلست انا. المهم كلنا اللي قسم الله الحمد لله، وجلست انا والوالده شويه نتذكروا ونتحاوروا على المهمه. الله يعطيك الرضا بيك، خليك لنا بركه. وبقينا نهضروا على الهضره، وجبت القضيه ديال المراه خفيه ريان. ريان خفيه، تحيه للعائله الصغيره وتحيه للعائله الكبيره. يعني المأسي ديالنا كلها مأسفين من جهته والله، هذه 4 أيام يعني أنا مألم من جهته والله، باش في من ندخل له كان مود نبكي وكنولي نطفي داك الشيء اللي مكنبقاش نشوف داك المأسي داكشي. وملي قلتها للمهم المهم مسكينة ما عندهاش خبار، يعني ملي عاد وريته لها دابا هي بدات كتبكي. شتي تبكي على الوالدة، دعي معاه ديما قضية مسكي حسن عوان مينتو بيو عائلتو حسن عوانهم. السلام عليكم ابناتي اولادي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. وهاد المريض الخبية بزاف حاقني بقلبي، ما عندي خبر حتى قالها لي ولدي. وتا شوف داك الشيء في التلفزة ما تنعرفش، كنشوف داك بنادم واقف ومجرب وطراكسات كيحبروا وداك الشيء، وانا حسب لي كيحبوا شي ما غيديروا شي بلاد ولا شي حاجة. اللي ما عارفش ما قاريش ما عارفش يا ولادي، ما كاينش شي قضية مسكين. كنحضر ديك التلفزة قدامي باش غادي يقولوا لي ولادي شي حاجة، ما تفرك انك من القهوة اللي غادي يقول لي عزيز غي انا وحدي كنتفرج ما غاديش. دابا جا السيد طيب قال لي مويتي وليدها كيفاش كيفاش كيفاش، هزمني وبقى بيا وبكيت عليه حسن عوان مويتو بيا. الله يجعل ربي يطلق مسكين سراحه ويجعل ربي يخرج على خير وبخير، وطول عمره مويتو لهنا حرمها منه وراح بيت علينا الكبده، ورحنا عارفين كل شيء حباب. الله يجعل ربي يشافي ديال مويتو ويقعدها ان شاء الله وليدها على خير وبخير، طلع لها وليدها. الله يجعل ربي يوقف معاه ورضات مويتو بيا ومعاه حسن عوانه. يحسن عوانك ابنيتي، يحسن عوانك مع وليدك، وراني مجربه الكبده. الله يا ربي مع ميسان مسكين غا صيرونها لي ولدي بالتليفون على زوينه وليد، وكيضحك مسكين بالسم بالضحكه. الله يجعل ربي يطلق له السراح مسكين ويخرج على خير وبخير. والبير ما ساهلش علينا، يعني طاح لا طاح بالبير ما ساهلش يا حبيبه البير، احنا راه دايزه علينا داك العام اللي طاح. انا والله الوالده تألمت، انا تألمت. المهم انا من الشعب المغربي كيفاش كيتضافر، يعني هنيئا للمغاربه الاحرار، تحيه لكم بزاف. يعني انا والله العظيم الا تألمت ولا تألمتني الوالده ملي بكات حتى هي، راني دابا ما قديت نشدهم صراحه. هي هذه والله احنا مجربين، يعني كنشوف المغاربه كيفاش كيتقاتلوا، المغاربه كيفاش كيتعاونوا، والحراره مشوقين مساكن كل يوم. منين جايه الوالده؟ كل يوم منين جا من انحاء العالم؟ شوشاوه، وتحيه للشعوب العربيه كلها بالدعوه ديالك. دعي معنا وخوتنا الجزائر تتفرج في القنوات ديالهم حتى هما كيدعيو معنا. شكرا لكم بزاف، وحنا دائما كنبقاو راه دايزه علينا يعني خوت. الحمد لله والشكر لله تعالى، دايزه علينا حتى حنا المود ديال البوطه من طاح لي بنتي ولدي بالبوطه. كما مات واحد الاخ جزائري نفس العمليه بحال هكا، طاح في البير كيقولوا له يحيى ولا يعيش ولا كسميتو واحد السيد سيتلو عليه، تفرجت فيه 5 أيام حتى هو مسكين في البير ومات. حتى مات تعازينا ان شاء الله، تعازي الحار للشعب الجزائري كله. ونتمنى ان شاء الله وباقي صغير، باقي صغير مسكين ما كبير ما والو، انا في عمره 5 سنين. الله يا ربي الله 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 الله، بقى بينا وحرقنا وشوطنا. وانا راه كيس عليا كيقولوا له ريال الله وريان ريان ريان ريان. تحياتي خوتنا المشاهدين، كي دايرين بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، والله يحفظكم لينا خوتنا المشاهدين، اللي يخليكم لينا. نبغيكم الدعوه هذا المسكين خويا ريان، الله نطلبوا من الله يخرج على خير وبخير الوالدي مساكن. يحفظكم الله، يحفظ المهنت والنوبي، وتكون فرحه ديال الشعب المغربي كامل ان شاء الله. تحيه كاع السلطات، الجمهور البشر ولا رجال الوقايه المدنيه ولا الطراك، يعني جميع القنوات تحيه لهم بزاف اللي دايرين البث المباشر دائما. وهذه 4 أيام وحنا كنتفرجوا فيهم وناقلين داك الشيء للمشاهد المغربي والمشاهد العالمي كامل.
والمغاربة كلهم كيتأسسوا داخل الوطن وخارج الوطن، والشعوب العربية كلها يعني واقفة مع المغرب. مطمئن توبي عائلتو راضين عليه با غير مصدوم مسكين شتو. نتمنى لكم ان شاء الله يكون ان شاء الله الفرح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا معكم ان شاء الله وتفاجئوا اولادي على وليدكم ان شاء الله. انا لحقاش قضيه دايزه عليا بنت ولدي من طاحت لي بالبوطات هنا نهارنا الحبيبه كحال ما نقولكمش ما يتصورش. بقينا ندوروا هي طايحه لنا بالبوطات الياسين، ومن لقينا الحبال شوطنا عليها حتى حنا وتحرقنا عليها بنيتنا وما خصها سهلاش علينا. ورا مي كنتفكرها تتشعل لي العافيه في قلبي الداخل بنيت عزيز طاحت سوا بنيه وما تلف البوطه يا حبابي. راحنا داز علينا بنيتي رحنا رمضان والصيام الصيام ورمضان، وامها مسكينه كتوجد المغرب وعمتها حداها ناديه كدير حداها حتى هي العاصير وداك الشيء. وبقينا ندورو على الطفيله لقيناها مسكينه حسبنا تبعت بوها المخلا وهي راه طايحه لنا في البوطه ما شفناهاش. ومنين لقاتها امها بيدها مسكينه امها خديجه هي اللي جبدتها من البيت من ديك البوطه غير ربي معاها اللي ما مما ماتتش ديك المراه جبدت بنيتها حطتها وكتعيط علينا ولدي حميده امي جيها هي امي جيها هي حسامي انا لقيناها حيه ساعه اللي لقيناها ميته بنيتي الله يرحمها الله يجلل عليها الرحمه نطلب الله يخلف لها الله بنيتها ان شاء الله اللي يحرمها منها. راحنا تحرقنا كاع وتشوطنا ملي شفت هذا الوليد انا قلبي تأزم عليه بزاف 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 راني عارفه بحال الوالدين انا الميمه كامل والله وليدي الشعب المغربي كله انا مثلا عارفه ماشي ماشي غير حنا ولا انا ما كنبقاش نهضر والله امي انت ما كنبقاش ولي اللي حسن انك حمرجي البيوت المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن كلهم يعني مشوقين وكلشي كيتفرج وكينتظر الفرج ان شاء الله. وهذا اللي كنتمنوا ان شاء الله الفرج ان شاء الله السيرة ان شاء الله يكون يخرج بخير وعلى خير ان شاء الله العائله ديالو الصغيره والعائله الكبيره المغربيه كامله الشعب المغربي ان شاء الله. ونتمنوا ان شاء الله يخرج بخير وعلى خير ونتمنوا لكل واحد الفرج ان شاء الله من كل ضيق من كل كرب يا رب ربي يقعدها لوليدها على خير وبخير. وهنئ لك الناس اللي صاروا مساكن الليل والنهار والناس القبيله ديالهم الناس واقفين مساكن بالكرم ديالهم وبالجد ديالهم والمغاربه معروفين بالكرم. تحيات لهذاك السيد خونا اللي مسكين اللي هو حتى لعندهم ما جبدوش هذاك المسكين. تحيه ليه مسكين حتى واحد الانسان اللي هبط تما ولكن ما قدرش ما قدرتوش واحد الحجر يدخل. الله الله يهود على راسه مسكين. الشباب اللي مساكن جايين من الشاون حتى هما تحيه ليهم واحد الوليدات صغيورين اللي غامروا بهم الاباء ديالهم وقالوا لهم يهبطوا يجبدوا وبغاو يهبطوا ولكن يعني الناس ديال المسؤولين اللي ما قبلوش قالوا خفنا عليهم طلعوا شي حاجه طلعوا شي حاجه وسط قضايا يعني بجوج الناس وخافوا عليهم. وهذا ان شاء الله عز وجل نتمناو الفرج يا ربي يتفرج عليهم يا ربي يزيد بيا بسيدنا ولاي السي محمد السادس الله يطول له العمر وواقف مع شعبه واقف مع شعبه الله يخليه لنا وراه كيتفرج حتى الحمد لله راه مالكنا راه ما كدوزو حتى حاجه الله يعاونو على شعبه اللي خطي علينا. هو واقف بالالات ديالو بالخدامه دايرهم بالجمهور واقف كلشي الله يجعل الحمد لله المغاربه ويخليه لنا بالحياه يطول له العمر امين يا ربي امين يا ربي. ونتمنوا ان شاء الله يخرج بخير وعلى خير ان شاء الله للاهل ديالو ويفرحوا العائله ديالو ويفرح الشعب المغربي كامل ان شاء الله والشعوب العربيه كامله. نتمنى لكم ان شاء الله الخير نتمنى لكم ان شاء الله التيسير. هنيئا لكل من وقف تما وكل من رفع دعواته لله عز وجل وكل من شاهد هذوك الفيديوهات تحيه لكم المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لكم بالدعوه ديالنا ولا المهمه ديالي حتى هي قلت لها قالت لي ولدي ندعي معاه حتى دابا ندير فيديو ندعي معاه ان شاء الله. تحيه لكم كاملين خوتنا المغاربه شكرا لكم على المتابعه ديالكم اللي خطيكم علينا دعوتكم السريه شكرا لكم السلام عليكم السلام عليكم.